السلام عليكم إخواني الأعزاء، كيف الأحوال؟ بخير بخير، توحشتكم الصراحة والله. كنتمنى يعجبكم الفيديو اليوم، غنشارك معكم الكورنيش اللي عملوه جديد في تطوان قرب الرمانة وكيدي حتى الجهة ديال كويلما. هادي اللي كنشوفو دابا معنا حاليا في هاد الجهولة اللي كنشوفو تما كرة السبع، واحد ديال بوعنن. الرحلة ديالنا اليوم ان شاء الله يا رب الحبيب غنعملوها لكم بالدراجة الهوائية ديالي. كنتمنى الواحد يكون عنده الدراجة هوائية يخرج في الاجواء بحال هيدا، راه الدنيا مريحة بزاف. شي دورة على الكورنيش الجديد، كنتمنى يعجبكم الكورنيش، يعجبكم المدينة ديالي. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم، وكنشكر جميع الأصدقاء ديالي اللي كيشاركونا واللي ما كيشاركوناش بجوج. خليكم معنا، ننطلق حاليا. بسم الله ننطلق الآن. يا بسم الله، أجواء رائعة الصراحة. العشية تكون الدنيا عامرة هنا. هذا بأن اللي كنصاوبو الساعة ديال الغدا. صح، واحد بغا يطلق رجلو شويه ميبقاش في الدار.
بحال انا عندي الخدمه وسالي الساعه الغدا، قلت راه نعمل لكم شي فيديو خفيف. الدنيا رائعه صراحه والله. محطة الطرق هي الجديدة بتطوان. وصلنا لقاع الكورنيش. وكنتمنى يعجبكم الفيديو. اليوم النهار مشمس تبارك الله.